أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة عالم الفن. في هذا الفيديو الفنانة ميادة بسليس وتفاصيل حالتها الصحية، وتعرف على زوجها الموسيقار وشاهد بناتها، واشتهرت بأغنية كذبك حلو وما لا تعرفون عنها. كشف الموسيقار السوري سمير كويفاتي عن الحالة الصحية لزوجته الفنانة ميادة بسليس بعد الكثير من الأنباء التي تحدثت عن وضع صحي حرج ألم بها، وتراوحت الأنباء بين إصابتها بالمرض العضال وإصابتها بالفيروس العالمي. ليؤكد الموسيقار سمير كويفاتي أن زوجته حاليا بوضع مستقر بالمستشفى وتعاني من المرض العضال، حيث كان موعد حصول على جرعة دواء، متمنيا لها الشفاء والعافية وطالبا من محبيها وجمهورها الدعاء لها حتى يستقر وضعها أكثر وأكثر وتعود إلى حياتها الطبيعية. وتفاعل عدد من الفنانين عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات داعمة، معربين عن حزنهم العميق من خبر مرض الفنانة ميادة بسليس. ومنهم المخرج باسل الخطيب الذي كتب عبر حسابه على موقع فيسبوك معصورة للفنانة ميادة بسليس: ميادة بسليس الاسم الملائكي، قلوبنا معك، أرواحنا تصلي لأجلك. وعلقت أيضا الفنانة صباح الجزائري والفنان أيمن زيدان والفنانة كندا حنا والفنانة أمال سعد الدين وغيرهم، متمنين لها الشفاء العاجل. وأيضا كتبت الفنانة عبير شمس الدين عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك: سلامك قلبك يا طيبة ميادة بسليس، قلبي معك، الله يحفظك ويكون معك يا غالية. من يتذكر أغاني يا طيوب يا غالي عادي وخليني على قدي؟ يتذكر جيدا الفنانة السورية الشهيرة ميادة بسليس. ومن لا يتذكرها في تلك الأغاني لربما يذكرها جيدا في أغنية كذبك حلو التي أفردت لها حلقة خاصة باسمها في مسلسل أهل الغرام السوري. ميادة بسليس هي مطربة سورية ولدت في عام 67 في مدينة حلب، وعمرها في عام 2021 حوالي 54 عام. والفنانة ميادة بسليس ابنة حلب التي غنت منفردة شراس 6 مسلسلات، وهي إخوة التراب وجواد الليل وأيام الغضب وأبناء القهر وبنات العيلة ومسلسل لست جارية. وزوجها الموسيقار سمير كويفاتي ملحن ومؤلف موسيقي تصويرية وعازف سوري، وهو من مواليد عام 60. ولحن الموسيقار سمير كويفاتي العديد من أغاني زوجته أبرزها عادي ولحظة وحنين ولو تغمرني، كما شارك في إشارات الكثير من المسلسلات التلفزيونية السورية. وبداية الفنانة ميادة بسليس الفنية كانت عام 86 حين قدمت مجموعتها الأولى بعنوان يا قاتلي بالهجر، وهي أغنية من الفلكلور السوري القديم. وتنوعت أعمالها من ناحية الكلمات والألحان بين القديم ومواكبة الجديد، فضلا عن كونها من الديانة المسيحية وتنشد بشكل متواصل الترانيم الدينية المسيحية. ويقول متابعوها وعشاقها انها حافظت على شكل الاغنية الراقية
ويعتبرون أغنيتها كذبك حلو نقلة نوعية في مسيرتها بعد حصول على الجائزة الذهبية كأفضل أغنية عربية عام 99. وكانت تلك الأغنية بمثابة جواز سفرها نحو عالم الشهرة، وفي عام 2010 صدر لها ألبوم بعنوان إلى أمي وأرضي، وهو عمل تأخر موعد صدوره إلى جانب أعمال أخرى متنوعة. وأحيت الفنانة ميادة بسليس الكثير من الحفلات في مختلف المحافل، أبرز حفل في مجمع قصر الفنون الجميلة في سان فرانسيسكو الولايات المتحدة، وحفلتها في أسبانيا ومصر. وحققت الفنانة ميادة بسليس جائزة الأورنينا الذهبية عن أغنية هوتاني، ونالت الأغنية ذاتها جائزة الأورنينا كأفضل لحن حديث. وفي عام 95 شاركت في حفل افتتاح القناة الفضائية السورية وفي مهرجان الأغنية السورية الثاني. وحققت أغنية ميادة بسليس خليني على قدي جائزة أفضل لحن حديث في مهرجان الأغنية السورية السابع. وفي عام 2004 حققت المرتبة الثالثة من خلال أغنية طيب خليك، والجائزة الأولى في مهرجان الموسيقى العربية في دار البيضاء عن أغنية يا رجائي. وفي عام 2001 حققت الفنانة ميادة بسليس الجائزة الذهبية كأفضل أغنية مصورة في مهرجان البحرين عن أغنيتها هوتاني. ومع ذلك تعتبر الفنانة ميادة بسليس أن الطرب بالدرجة الأولى هو الصوت، وترفض اعتبار الصورة كل شيء، وهو ما ذكرته في مناسبات مختلفة خلال لقاءاتها الإعلامية. وبين الحين والآخر تزور الفنانة ميادة بسليس لبنان ليس للحفلات فقط، بل للعمل مع زوجها الملحن سمير كويفاتي ومع الملحنين فتح الجراح ونوري إسكندر. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.